هذه هي الخزنة، قلب البتراء، ونحن هنا في البتراء. طبعا هذه المدينة لها عدة أسماء، المدينة الوردية، المدينة المدينة الشرقية المذهلة، أو المدينة الضائعة. ولقصة المدينة الضائعة طبعا سبب، وهي أن اكتشافها أو إظهارها إلى العالم تأخر كثيرا في القرن الثامن عشر. يعني هذه المدينة ظلت مخبأة 1800 سنة تقريبا إلى أن اكتشفت في القرن الثامن عشر، ولذلك سميت بالمدينة الضائعة. طبعا هاي هي مدينة العرب الأنباط وليس لها مثيل في العالم. هناك روايات كثيرة تقول أن هناك بتراء هنا وهناك، لا، هي المدينة الوحيدة في العالم حفرها الأنباط بالصخر بأيديهم أيضا، وفيها أيضا الصخر الوردي ذا اللون الوردي. طبعا غني عن التعريف أنه 8 أفلام من هوليوود يعني صورت هنا بجزء كبير من مشاهدها في هذه البقعة بالذات كما نحن نقف عليها الآن. طبعا المدينة الوردية حازت على لقب أو تصنيف عجائب الدنيا، عجائب الدنيا من عجائب الدنيا، وأيضا بلغ عدد زوارها 1,000,000 زائر. نحن نطمح أيضا لمزيد من الزوار إلى البتراء. طبعا السلطة، سلطة تقليب البتراء يعني استغلت طبعا كورونا حيث كانت السياحة صفر، والتفتت إلى تأهيل، إعادة تأهيل البنية التحتية. طبعا هناك مشاريع جديدة في البتراء، سيضاف إلى حوالي 1,000 غرفة فندقية. توقعات طبعا بأن يكون موسم 2023 بالنسبة للبتراء موسم سياحي كبير. بالرغم من ذلك وجدنا عدد كبير من السياح هنا، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا، وأيضا ينتظر هذه المدينة يعني زيارات محلية من أردنيين وغيرهم من دول الخليج ضمن برنامج أردننا جنة. إحنا اليوم في جولة في هذه المدينة الرائعة، المدينة الشرقية المذهلة. طبعا دولة الأنباط هي دولة قديمة من 2000 سنة تقريبا، امتدت حدودها حتى سواحل البحر الأحمر وحتى أيضا مناطق بلاد الشام، وأيضا لها امتداد في مدائن صالح، في مدائن النبي صالح في المملكة العربية السعودية. على أي حال نحن اليوم سنقوم بجولة في هذه المدينة، نأمل أن تستمتعوا وأن نشجعكم ونحفزكم على زيارة هذه المدينة. هي كنز شرقي يأتيه العالم، يأتيه السواح من جميع أنحاء ومناطق العالم. طبعا نأمل أن يتضاعف عدد السياح إلى ما يزيد 2,000,000 و3,000 و4,000 و5,000. ابقوا معنا في هذه الجولة ستستمتعوا فيها، وأيضا لدينا مقابلات مع أجانب ومع سياح أجانب، ولدينا أيضا مقابلات مع عدد المسؤولين هنا ليشرحوا لنا عن أفاقهم وطلعاتهم حول الموسم السياحي. ابقوا معنا وتابعونا. مساء الخير للجميع. احنا الان في مركز زوار البتراء، هي نقطة بداية تقديم خدمات سياحية وبداية انطلاق السائح باتجاه الموقع الاثري. طبعا مركز الزوار يتوفر في عدة خدمات تكمن بداية من موقف باصات سياحي يتسع لتقريبا 76 باص سياحي كبير، 126 سيارات صغيرة، بداية ترجل السائح بالموقف الباصات، متابعة مرورا من متحف البتراء وصولا لمركز زوار اللي حاليا احنا موجودين فيه، مدخل رئيسي. المدخل بيحتوي على عدة خدمات متوفرة، منها خدمة الدلالة السياحية، أبناء مجتمع محلي، عدة لغات متوفرة. هناك مكتب بيع التذاكر بجميع فئاتها، تقدم للسياح اللي يرغبون بدخول البتراء.
نقطة استعلامات تقدم جميع المشروحات والمعلومات اللازمة التي تخص الموقع الأثري. لا شك طبعا يوجد العديد من الخدمات الأخرى، يوجد مطعم لتقديم الوجبات السريعة، يوجد محلات سوفينير، محلات سناكس، طبعا هاي كلها مستأجر من قبل سلطة إقليم البتراء لأبناء المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية في إقليم البتراء. برضو احنا عندنا وفرنا موضوع توفير سيارات كهربائية لزوار البتراء ولكبار السن والعجزة بالتنسيق والشراكة مع شركائنا الرئيسيين من مقدمي الخدمة السياحية. عندنا جمعية الرواحل في إقليم البتراء، هاي السيارات بتوفر الوقت وتوفير الخدمة لأكبر عدد ممكن لزوار الموقع، اختصار للوقت وخدمة ذاتية للأشخاص اللي بحاجة للسيارة الكهربية. لا شك كمان هناك الخدمات الصحية اللي بتخدم جميع الفئات من السياح، هناك منهم العجزة، كبار السن، هناك من أصحاب الاحتياجات الخاصة، الإعاقة، هناك خدمات صحية، مرافق صحية خاصة بهم. بعد تقديم هاي الأمور بينطلق الساحب أو تقديم هاي المعلومات من خلال برضو الاستعلام عن خارطة المسار الرئيسي لرحلته من خلال الشروحات اللي بيقدموها أدلاء المجتمع المحلي والمتوفرين عندنا في مركز الزوار. بنطلق باتجاه الموقع الأثري اللي يبعد عن مركز الزوار 2 كيلو، بحكي عن الخزنة الآن تبعد عن مركز الزوار 2 كيلو تقريبا. المسار هذا باتجاه الخزنة في جد عدة معالم. How it was all made, and I also liked going on a ride on the donkeys and the horses. It was really fun. I would love to visit Petra again. It was really cool walking up the roads, and there was the colors were all red and white, and the rocks and everything was really pretty. It's been amazing to be in Petra, to see such an ancient wonder and to walk the streets and see where people used to live, and to be able to see the monastery and the treasury, and to be able to be in a place that existed such a long time ago. My name is Jacob. I'm from Seattle, USA, and it was amazing just walking through the canyon. Walking through the canyon to Petra and seeing where Indiana Jones was filmed, and just walking through and feeding the camels water, and walking all the way up on the hiking trails, and just seeing where people what people did 2,000 years ago and how they lived. Hi, my name is Ryan. I'm from Seattle, Washington, the United States of America, and I brought my 6 children here to Petra today. It was amazing. We all had a great experience, and we've loved Jordan, and look forward to seeing many other sites. We've been to Amman and to we're going to Wadi Rum, to Aqaba, and to many other places, and we have had a great experience here in Jordan. Hej, jag heter Lara och jag är här i Petra med min pappa och mina 2 yngre kusiner som inte syns i videon. Men jag tycker detta är riktigt fint ställe, och folk har bemött oss med respekt och
det var riktigt kul att utforska och att gå den här långa stigen med min familj. Och jag skulle uppmana många i Stockholm och i Sverige att kunna åka hit och kolla och utforska, för att det var riktigt vackert här. وأنا أبوها للارا وبأيد الحكي اللي حكته لارا إنه منطقة كتير حلوة وحلو الواحد يجرب إشي جديد والناس كتير معاملتها كويسة واستقبلونا استقبال كتير مرتب وأنا بنصح كتير ناس تجرب وتيجي هنا وتشوف على أرض الواقع كيف المعاملة الكويسة وكيف الأجواء الحلوة هنا. بدأت الطائرة بالهبوط التدريجي، يرجى من حضراتكم العودة إلى مقاعدكم ووضع المقاعد في وضعها العمودي المعتدل، إغلاق الطاولات التي أمامكم وربط أحزمة المقاعد استعدادا للهبوط، وشكرا. الأردنية للطيران، في السماء عنواننا وفي الأرض استقرارنا. أرض القدس العظيمة بدأت الرحلة جت كانت دوماً إلى جانبكم همها سلامتكم ونقلكم لتترك في ذاكراتكم رحلة لا تنسى سنستمر في رحلتنا للبقاء محيين لنبقى معكم ولنبقى عند ثقتكم بنا. So, you say you've got a bucket list. You say you'd love to see the world wonders. You always talk about this fairy tale road trip that you'll do one day. You dream about diving deep into another culture, another people. Or how about diving deep into the world underwater and flying above it? You always say you want to go rock climbing, not indoor, the real thing. You always say you want to explore the world's ancient civilizations. You talk about disconnecting from all the noise of your day-to-day life. You talk about wanting to lose yourself or find yourself in nature. To find yourself sleeping under the sky of a million stars. Or maybe just floating at the lowest point on Earth. Is this your wish list? Or is this your do list? Well, what are you waiting for? Welcome to Jordan. هنا تنتهي جولتنا في البتراء. طبعا زيارة البتراء لا يمكن أن تكتمل إلا مع وادي رم، وسنكمل طريقنا إلى وادي رم إن شاء الله في الحلقة القادمة من يوم السبت المقبل. لكن قبل أن أختم هذه الحلقة الشيقة، طبعا هناك أشياء كثيرة ممكن عملها في البتراء، وهناك أشياء كثيرة أيضا يجب أن تكون متوفرة في البتراء للسائح.
منها على سبيل المثال فقط رياضة التسلق الجبال الساحرة هذه أيضا تحتاج البتراء إلى مزيد من الخدمات. هناك جهود لا يمكن لأحد أن ينكرها. البتراء ستضيف حوالي 1000 غرفة فندقية كما فهمنا من المسؤولين هناك. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بجولتكم معنا في البتراء، وإلى اللقاء يوم السبت القادم في وادي رم. دمتم برعاية الله.